في محكمة الحياة إلا كنت أنت المدعي، شكون هو المتهم؟ أنا نيت. على شنو درتي في حق راسك؟ شنو هي الجريمة اللي ارتكبتي في حق راسك؟ واو، ما كاينين جوج ديال الجرائم درتهم في حق راسي. أولا جريمة سياسية، وثانيا جريمة عاطفية. الجريمة السياسية تقت في واحد حزب، أعطيته الصوت ديالي، طلع معايا القلب، أستسمع على هاد العبارة، نسيت. من بعد جا حزب أخر، تا هو تقت فيه، صوت عليه، عاود طلع معايا القلب. ولكن دابا اختي شرزاد، وحق الرب ما كانش شي حزب يطلع معايا القلب. ماشي حيت ولا عندي وعي سياسي، لا، راه حيت ولا عندي البوسر، فهمتي. وبالنسبه للجريمه العاطفيه، انا واحد صاحبي كنا يعني مزعوط، يعني كنا تنبغيو نفس الدريه، سبقني هو تزوج بها. من تزوج بها ولا لقاها بانها تطلب لي مصاريف كثيره والحوايج الماركات، هو يتصل بيا ثلاث الفات، ماشي ثلاث، لا اربعه، اتصل بيا قال لي شوف اخويا عبد الاله، الا بغيتي هذيك مرتي راه نطلقها تزوج بها انت، ولا بغيتي لما بغيتي جامد نقدروا نتناقشوا فيها. انا ما قدرتش نجاوب، قلت خلينا نفكر. اولا ما عرفتش هذه المدونه الاسره الجديده واش غيكون فيها هذه العيبات ديال جوج رجال يتناقشوا في امراه وجوج عيالات يتناقشوا في راجل، مازال ما عرفتش المدونه شنو فيها. ثانيا مثلا هذه المراه مشات طلبت لينا واحد الساك فالنتينو ساوي 4 مليون، شخص يعطي انا 2 مليون هو 2 مليون يعني بزاف، مازال طلب لنا شي ساك من قيصر الحفاري ساوي 2400، غتجيني انا شحال تجيني انا اختي؟ اجيني 1200 ريال، وجب 1200 ريال 2 مليون، وهادشي اللي وسمح لي قبيله على الكلمه راه غير، وكان الواقع راه امر واقبح. وشكرا على الاستضافه الكريمه.